كبرتوني مرأة ونا هاد الأيام. إيك لابس يا سارة؟ مالك؟ ياك عارف إني كان وجد نوحد دي فيلي. ها؟ وباقي ما جبرت شي بنات لي عيدوا وزهلي. أوه، واش اللي عملتي دابا؟ دابا واجدة لي عيد وعاء مانكا ديالنا وباقي ما جبرت شي آخرين، دابا شني غنعمل؟ الحمد لله اللي كنخرجوا هنايا بحال هاد الخرجه ديال الحالات، والله الا كانت ديفوله عرفتي واحد ستريس ديال الخدمه ماشي عادي. ولا لا يا اختي انا بيدي الروتين ديال الدار والشغل يوميا طلع لي فراسي هاد الخرجات وما في كنفوجوا كنشموا الهواء شويه مع بعض. واو صافي ديالك زوين عجبني ملي خديتي بيرسي حبيبه عوينتك من الزوين والميك اب يا لالا والشعورات والباس يا الحبيبه كتقطعك سلامة. هادوك عويناتك اللي مزيونين كنحبك ديالي الحبيبه ديالي. صافي زكريا في الدوسي ديالي قال لي التحفيظ. واش غادي نقول لك اخي ديالي هذه سيمانه ومرتني طالعين بيا هوادين باقي الامور هي هذيك. اشنو؟ واحد ملف ديال المحافظه. شنو عملتي فيه دابا؟ هو معايا نهار الاثنين. سمح حشوالي اخي بدر فهاد النضرات. هادو بوليس. اه بوليس. اوا لو ما كتعرفش تقدا. تقدم على برا شو كيدير النضر. عاود ديك الشغل من النظر ولا تيفا لا تيفا لا تيفا هضروا في شي حاجه اخرى صاحبي. اجي وجو نديروا شي سيلفي. اجي قلت لي راسك كونجي فين بروغرامي؟ وي عطوني واحد السيمانه كونجي والسنه فهمتي كيبان الواقله انا ود مراكش حيت واحد العشيه ورصد عليه الراس ديالي يقول لي ود عندي ود عندي ما نعرف ساعه نشوف. هاي هاي العفريت ومحيحها مراكش كامله. سعداتك ماشي مراكش انا ازيله وهاد اليومين ما لحقتهاش. خاتم د الخطوبه مسخطه ها نتوما. الله الخطوبه مبروك. الله يبارك فيكم. وفوقاش هادشي وشكون بعدا؟ ايوا ما نقولش يا اختي 4 ديال العشاء حرام ما قالتنا شي حاجه شفتو؟ الله نعاود شكون وصافي خلاص خليها سوربريز. سوربريز بحال عليا ولكن جات معاك هاد اللعيبه يا العفريته. انا اللي شو واقع انت والو ابتسام قالت لك تخطبت وما عرفت شنو ما بغاتش تقول لنا الراجل اللي دات اوالا تخطبت. اه يلا 100% ديكم بوحنا كنوفل. ايوا صافي سولته وما بغاش تقول لكم شكون. والو ما بغاش تقول لنا جلده بحال اللي غنديو لها الراجل. حنا نفرشوا عليك. قانون اللعبه كما كتعرفوا اللي غيتطرح عليه السؤال غادي يجاوب بصراحه بدون ديك صافي فاهمين واقعين. سيمو شخصيه سمعنا باللي تخطبتي شكون هاد التميتم هذا؟ ايوا هذا وقعنا اللعبه خاصني نقول لكم والراجل اللي غنتزوج به نتوما كاملين كتعرفوه نوفل. ما قلت لك شي ديك بوحنوك ودابا عرفنا تسميتهم ودور دور نشوف شكون هاد اللي كتبتي.
وما تعدش عليا اول كوني هانيه وقل لي تقدر تخرج بلا مكياج اي واش سخره خفيفه وسالم ماشي دائما خي احمد ميكانيكو وسالم حشمتي من بنتها بنتي ودور دور شباب شبعنا الضحكات خلينا نسخنوا الطريح شويش كاينه اللي عنده شي حاجه في ديك القليب يتفضل وياه عندك الحق هو دابا كلكم عارف القصه ديال الخروج ديالي من الخدمه بسبب ديك الرابور اللي كانت تدفع فيا الشخص اللي دفع ديك الرابور كاين معانا هنايا النوبه ديالي ياكم وكلكم عارفين باللي الدار ديالي ديما مفتوحه ليكم ولكن اخر مره جلستوا عندي في الدار مشات لي واحد السنسله ديال الذهب وما عمري قلتها لكم حيت جامي شكيت شي واحد فيكم يقدر يدي لي شي حاجه ولكن مؤخرا لقيت هذيك السلسله عند واحد الشخص اللي هو كاين معنا دابا هنا وتصدمت بزاف قبل ما نتانجاجا مع نوفل كانت عندي واحد لا غلاسيون سيكري مع واحد لا بيرسون اللي هو معنا هنا اللي كنت دايره هو حياتي وكنت كنشوف معاه مستقبلي واي حاجه زوينه وفي الوقت اللي انا كنت محتاجه ليه وباغيه يوقف بجنبي ما لقيتوش وما كانش قد كلمتو ما صدقش معايا راجل خساره بالنسبه لي اخوتي انا عندي مشكل مع واحد هنايا كيتواجد معنا في الجلسه سلفت له شي فلوس درت واحد المبلغ وملي قلت له رد لي فلوسي بدا كيرد لك شي بالطيرطات ماشي حق عليه يرد لك شي هذاك يعطيني كل شي في مره وراه عارف راسو واحد بنادم معانا هنا مقنطها بيا بزاف كيهضر لي في ظهري بزاف بغاش يبعد مني راه مهم راه عارف راسو ويميك واخ خوتي انا نخوي اللي في قلبي تراخي ب 3000 درهم سلفت لواحد خانه راه معانا هنا عرفتي كي جابوا لي مبهدل موسخ وفي واحد التقطيعه هنا من الجنب ما حشمش والله ما حشم بالله ماشي رجله هذه وعدتي قوشي أقرب إنسان ليلي اللي كان عاود له كل شيء غدرني كان عاود له اللي عندي كامل أي حاجة عندي بحق تصدمت بغيت نقول لك شكرا بزاف عطيتيني درس في الحياة نعود لكم قصتي تأنا واحدة معنا هنايا اللي كانت صاحبتي الروح في الروح واحد المره كنا مسافرين بنات وولاد انا ما قلت بابا وماما والو حتى بابا سني ما يخلينيش نسافر مع الولاد ديك الحقد اللي فيها مشات فرشتني مع بابا قلت له قاعد تصاور انا تصدمت جاتني فحال غرست لي شي شفره في قلبي لحد الان باقي ما قلت لها حتى شي حاجه ولكن عمري ينسى هذا المهم اخوتي نعاود لكم المشكل اللي عندي انا مع واحد الانسانه معانا هنايا اللي ما باغياش نخسره ولكن بسبب التصرفات ديالها كتجعلني انني نشوف معاه شي حل فيما تشوفني دخلت في شي غولاسيون مع شي واحد او لا يعني تقرب مني شي واحد كتحاول تخسر هاد العلاقه ما فهمتش علاش ما فهمتش شنو المشكل ديالها معايا هاد الانسان هادي للاسف معنا هنايا واخا سيدي
واحد الشخص معانا هنايا من اعز الاصدقاء اللي عندي ياك، طلب مني الطوموبيل ديالي باش يسافر بيها، عطيته له عطيه بخاطر يعني سي با غراف ماشي مشكل، واخا قلت انا محتاجه الصراحه هذيك الايام. رانا اللي تفاجات مي جبالي جاب لي اول حاجه مضروب عمل بها اكسيده، ثاني حاجه بروسيات وصلوني حتى للدار، عامل روينه كان بيه، مع ذلك بغاش يفهم راسو. جات النوبه ديالي، انا نقولكم على واحد الشخص اللي معنا هنا في الجروب اللي كان كيعني لي بزاف د الحاجات في حياتي، كان هو المثل ديالي، كنت كنتقاسم مع اي حاجه مزيونه في حياتي. الحق في الاخر صدقت فيه واحد العاده خايبه بزاف، واحد العاده ما كنتش كنتصورها، فما قدرت نزيد نهضر معاه ولا نشوف في عيني. واخا ما كنتش باغي نهضر، والله ما كنتش باغي نهضر، ولا عمري كنت كنحاول نقول هاد الهضره هادي. كما كتعرفوا انا ممسك عليا الله الحمد لله دابا، ولكن اللي ما كتعرفوهش ما كيعرفو حتى شي واحد فيكم، انا يعني واحد الفتره من حياتي وكنت كنلقى حتى ما ناكل، كنت كنبغي واحد البنت بزاف اللي هي معانا هنا. مشكل انني النهار اللي عرضت عليها تزوج بيها ما تسوقات ليش. اللي بغيت نقول ليها الدرسه ملي كتخرج من الفم كتعاود تشرب.